وحشوشه. قصه زي كده انا مش فيها، فانا مش هرد بالنيابه عنهم. انا ممكن ارد هل يا هند، السؤال يتحول الى هل يا هند انت تشلك مشاهد، اتكلم عن نفسي عشان كل واحد بيتكلم عن كل واحد ليه لسان، كل واحد يرد. يعني ممكن تستضيفوا النجوم اللي هم اعترضوا او قالوا ان هم عندهم مشكله، هم ليهم ارائهم. انا ما كنتش معاهم، انا كنت بروح اعمل. انتوا زي ما خدتوا بالكم كده مشاهد يا اما مع محمد رمضان يا اما مع بدر، انا ما بقابلش حد في المسلسل تاني. فانا ما قابلتش اصلا البنات في مشهد ليا مع بنت في المسلسل، واللي جاي برضو يعني احتمال ما تلاقوش. فانا اتكلم عن هند. هند لما جه استاذ محمد سامي قال لي ان في مشاهد انا ذكرتها خلاص هنشيلها عشان هي ملهاش مكان او ملهاش معنى في ايقاع، انا اقتنعت. قلت له بص يا محمد، انا بثق فيك، طالما مضيت واخترت ان انا اشتغل مع حضرتك فانا خلاص انا سلمت لك نفسي. كان اي حاجه استاذ محمد سامي بيعملها كانت بالاشراف والمشاركه مع الكاتب، فانت فاهمه قصدي ايه. فاحنا جايين، احنا لو كل واحد تدخل في الورق وتدخل في الاضاءه وتدخلنا في المزيكا، امال شو المخرج جاي يعمل ايه؟ وشوشه الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org